مرة في وين ماشي نمشي لواحد من الولايات تاع تونس ونكتشف حاجة غادي. وأنا توا كلمني واحد من ولاية بن عروس وقال لي فما بارك في جواليلي. سو اليوم في ولاية بن عروس نمشي البارك. صباح الخير. هل هل بونجور بونجور صباح الدقلة والفضل الحمد لله. ياسمين بخير شهوالك؟ والله الحمد لله. مرحبا يا سيدي. يعيشك يعيشك. فانت كلمتني قلت لي انت عندك بارك فما بارك بن عروس. احنا توا باش نمشيو لحاجه اسمها بورسدريه. بورسدريه هذايا احنا نسميوه احنا في الكشافه نسميوه المخيم المركز الدولي ببورسدريه. البلاصه هذه احنا الكشافه نخيموا فيها. We do the camping there. Camping. أي نعم. ما كنت عارف camping توا. خيمة. في الخيام والبحر وسهريات وألعاب وغناء وكل شيء. إحنا واو. في البروجي نتاعنا في الكشافة عملنا بارك دو جو. أي. كيما مثلا الإسكالاد، كيما البيكزيب، كيما تيغالاك، الكاياك، الحاجات اللي ممكن صعيبة شوية تلقاها في تونس. تلقاها غالية شوية، فهمت جوال؟ دونك احنا حابين نجيبوا لهم الناس هذاما، ولادنا الصغار، القادة الكبار، كل نجيبوا لهم هالبارك هذايا ليداهم باش ينجموا يفرحوا ويلعبوا ويجيوا من كامل تونس. والبارك كان للسكوت ولا؟ لا، الحاجة الباهية احنا نخدموها الكشافة اللي احنا سكوت ونون سكوت. دونك الهدف نتاعنا نون سكوت، انا نون سكوت. مرحبا مرحبا. بالعكس الحاجه الباهيه اللي احنا نخلقوا الفرصه باش الناس الكل تجي تستفيد من الباس اللي يعملوا فيها احنا والاكتيفيتي. احنا ماناش مسكرين على بعضنا، احنا اوفيرت اوبن. حتى انا محلول. الكشافة في تونس عندها تاريخ. عندنا تاريخ، احنا من 1933 اي شفت قديش يعني من 1933 واحنا في تونس كنا برشا جمعيات الحقيقة تاريخيا. لكن بعد توحدنا وين الكشافة التونسية لي سكوت تونيزيان الاسم المعروف بها كشافة هي لي سكوت تونيزيان بالفرنسية هكاي مش تونيزيان سكاوتس. فهمت كيفاش؟ احنا في جوال في توا في الكشافة التونسية اكثر من 60,000 مشارك. 60,000 تونسي كشاف يعني من بنزرة حتى البرج الخضراء. في كل ولاية. في كل ولايات فما 24 ولاية احنا موجودين فيهم. في كل معتمدية احنا موجودين في المعتمدية الكل. في متاع احنا في الكشافة عندنا الولاية والفوج. الفوج اللي هو سمول جروب. فهمت؟ اي الفوج اللي هو نعرف فوج صاحبي اسمه فوج. لا بكشي فرنش تحكي لي. الاكتيفيتي في العاده نتاع الكشافه شنو هو يكتشفوا الكشافه هو اسم لكك او الكشافه جاي من اكتشاف. هو بصفه عامه احنا كشافه الهدف نتاعنا الكبير والبيوت نتاعنا الجولز نتاعنا اللي هو اول حاجه نحاولوا الطفل اللي يجينا يخرج انسان كما احنا نسميوها ناجع يعني انسان سوي يعني يعاون بوه يعاون امه يعاون بلاده. الكشافه مدرسه الوطنيه مدرسه يعني انا نعلم الطفل هذاك يا هذيك بلادك حافظ عليها نظفها احترم الكبير. احنا الشعار نتاعنا هذايا سكاوت اللي هو اي لا شنو هي حسب رايك هذايا شنو هي التضحيه الاخلاص والصراحه. خلاص صراحة والقوي يحمي الضعيف والضعيف يحترم القوي أو يحترم الكبير صحيح. الحاجة الأخرى جوال اللي احنا راهو الاكتيفيتي نتاعنا مش كان مخيماتك هاو احنا الاكتيفيتي نتاعنا من السوسايتي مثلا لافتر كوفيد مثلا افتر كوفيد احنا مكتشفت البلاد العالم كل كيفاش وحلو وكذا. احنا كنا من الناس كم في تويل جوال احنا كنا من الناس اللي عاونوا الدولة في الكوفيد.
مشينا يعني خدمنا احنا في المراكز الحجر الصحي، خدمنا في البوسطة، نظمنا الواحد التسكية الصفوف، يعني هزينا الماكلة للعباد في رمضان، يعني عملنا حاجات الدولة واحنا عملناها. سو انتم كشافة نوع متاع سيرفيس صحيت معنى هذاك علاش تلبسوا زي نلبسوا زي واحنا هذي البروفيشنال كما الجيش كما جيش صحيت احنا نسميه احنا الجيش الرابع ولا جيش الفولارة ولا جيش الفولارة اخي جيش الفولارة معنا فولارة احنا ولا سكارف نسميه جيش الفولارة احنا من الناس اللي اذا كان الدولة تقول لك فينكم احنا هنا الرحالة وهي معنا كل حقائق دونك هذه هي بصفة عامة صدرية بلاصة متاع خيام بلاصة متاع تحس روحك مرتاح يعني you can relax أيه ريفيوج تخرج تخرج من السونتر متاع البلاد وترتاح البحر من غادي قريب من كل شيء هنا الحاجة الباهية اللي انت في انفيرونمون سان يعني نظيف حاجة نظيفة حتى من الريحة حتى من تحس روحك مرتاح خلي نشم ريحة شم الريحة شم ريحة الكالاتوس كاليبتوس ريحة الكالاتوس ريحة البحر بحذيك هنا دونك الطقس هنا طقس معتدل يعني تحفون تحسوا مو سخون برشا مو بارد برشا تحس روحك مرتاح وقت ايش تحلو البارك؟ البارك ان شاء الله سبتمبر ان شاء الله سبتمبر حلو البارك ان شاء الله اجا الناس كل مرحبا بورستا دارية مع كشافة مرحبا صدرية مكشافة مرحبا وين ماشي في بن عروس؟ في بورصدرية وانت تجيب تبيع ها؟ انا نجيب انا باش نولي كل شيء اي ما شاء الله ايش يا اخوي ما شاء الله مرحبا شد الرحالة وهيا معنا شد الرحالة وهيا معنا هاتوا الحقائب هاتوا الحبال وإلى العلا تعالوا الجبال وإلى العلا تعالوا الجبال شهوالك الحمد لله وانت باش تربح في نفس الوقت خاطر انا باش نوصلك وين تحب اوكي اوكي سلام 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 انا شوف شحوالكم شو امتيعكم فاطومه امتيعك هي باش تعمل معي انترفيو اوكي سيباني عايشك هاي نتبعوك ولا فرد فيا اوكي هات السنتور ونمشي انا اليوم كنت في برج صدرية مع الكشافة اوكي فعندي سؤال لك بالنسبة لك انت شو معناتها تضحية سؤال عميق اي عميق على الاخر تضحية في كل شيء نجم تضحية برشا حاجة تضحية نجم تعني برشا حاجة مثلا للعائلة للأصحاب في خاطر أي عبد تنجم تضحي وتنجم تضحي بحاجة على خاطر روحك زاد خلينا نسألك سؤال آخر ليك أنت شكون قدوة ليك معنا شكون أمي وعليش قولي عليش خاطر أمي هي كل شيء في حياتي خاطر هي اللي ربيتني هي اللي قراتني هي اللي كبرتني بس بابا عايش البرة دونك أمي كل شيء بالنسبة لي فهي البطلة هيرو هيرو سلام على your own شو اسمك ماما خديجة you're the قدوة أنت القدوة لنا وانتي كسبة في حملوف أنا قاعد نكتشف كل بلاصة ذي اسمها حومة الصابون حومة صابون نظيف البلاصة هذه البلاصة قبل حويج البي والحاشية يتغسلوا غادي فهمت وعنده الحمام نتاعو الحمام زاد على الكياس البرانسيبال حمام بري بي حمام البي حمام تاع البي فهمتني وعنده الخسارة نتاعو حمام نلف فيها البحر والجبل
اي ومن احسن البلايص اللي تنجم تشوفها اي فهمتني سو وين نمشي من بعد معنا بالنسبه كان انا نحب نشوف البلايص هذوك نمشي لحمام البي اي تنجم تمشي لحمام البي ونجم ندخل نجم تدخل بالبانويات يتسمى حمام بانويات باه خذ الدوره هذه الساعه تو وين انا باش نعبد بانويات بانويات معناتها بالبونتا بالبانويات ريت اسمه البانو وين تمدوا فيه تاع الماء باش تعمل باش فهمتني تكري البانو بالساعه 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 تخلص تاخو شامبر حط فيها درشك تعمل بانو تاع حمام وحدك تحس كما انت البي الماء كيما البي والماء نتاعو طبيعي يهبط من الجبل ماء سخون من الجبل واو فهمتني هذي على الكياس البرانسيبال معناتها عندك سكة التران بجنبها باهي توان نشوف في الجبل عندك زوز القباب الخضر كي تبدا تقف لهنا نجم تغزر لهم هذوكم متحف بيئي المتحف البيئي هذاك فيه الحيوانات اللي موجودة في الجبل جبل حمل الف يتميز عنا النوارة تنبت فيه تتسمى سيكلاما نوارة الورقة متاحة بيضة والقلب متاحة موف اوكي هي تطلع في الربيع في زوز بلايس بركة في العالم في جبل حمل الف وفي بلاصة واحدة أخرى هو جبل بوغارنين يتسمى اي بوغارنين بوغارنين خاطر فما قرن من هنا قرن من هنا فهمني هذه شوية على حمل الف ميرسي بوكو يعطيك الصحة وبون كوراج اي ما تنسيش الدهن اي أكيد هاي باي 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 نهارك زين عزيز هاي نهارك زين باي 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 تشاو يعطيك الصحة عزيز سو السيد قال لي فما بارك فوق الجبل بوغرنين وانا نحب نطلع لها اما ان شاء الله نلقى شكون يوريني فما شكون سلام شاهوالك الحمد لله بالله كيفاش نطلع فوق الجبل هذاك باه دور على اليمين اي بعد تكمل في التويت وبعد ثم تلقى كروزمون على اليسار دور معاه وديما تروح يمين الدور كروزمون اكس تحبش تطلع دواريني نوريك نجم نجم تطلع متفاضي عارف ما تعمل شحوالك صافا شو عامل شو اسمك عزيز يعيشك شنحوالك الحمد لله هكا يمين يسار يمين يدور هكا هكا مالي Good news.